الرياضي، اصبح الصباح الرياضي يتحدث عن امور كثيره، هي مساله ساعات وتنطلق نهائيات كاس امم افريقيا في غينيا الاستوائيه. كلنا ترقب للحفل الافتتاحي، كلنا انتظار لمباراه افتتاحيه بنكهه الصراع الافريقي الافريقي في مباراه تجمع غينيا الاستوائيه بالكونغو. نتحدث عن امور كثيره، عن المستجدات، ونفتح ملف المجموعه الرابعه. ولكن بدايه دعوني ارحب بضيفي هذا الاستوديو السعداء، ان يكون معنا الكابتن فتحي المولدي الاعلامي والناقد الرياضي التونسي. سعداء ان نتواصل عبر هذا الحصه. اهلا كابتن ماجد، السعاده متبادله. بارك الله فيك. والسعاده خاصه مع الجماهير العريضه التي تنتظر فينا. الله يبارك فيك، وانتظر منك دائما البهارات والاضافات النوعيه ان شاء الله. بارك الله فيك. بالمناسبه لنرحب بالكابتن عبد الناصر البار الاعلامي الجزائري. مرحبتين كابتن. صباح الخير كابتن. صباح النور. نحن صباح ساعتين بصباح اكيد النوع. ولكن نود ان نعرف مستجدات غينيا الاستوائيه كابتن فتحي الجديد. والله الجديد، تتذكر اي بلاد ينظم تظاهر كيما هكا تقع فيها بلبلات. نذكروا البرازيل كاس العالم الاخيره، الاحتجاجات الكبيره في الشارع وكل ما حصل في البرازيل. تتذكر البارح كابتن ماجد انا تحدثت على رئيس غينيا وكيف اشترى من المالي الخاص 40,000 تذكره، وقال لهم كاس افريقيا هذه فرحه وشعب. تخرج له بطبيعه الحال هذا خطاب السلطه، تخرج المعارضه البارح، المعارضه في غينيا، لانه في غينيا موجوده معارضه، قالوا له أي فرحة وأي شعب تتحدث عنها؟ فرحة ماذا؟ وشعب ماذا؟ شعب يعيش الفقر والخصاصة، شعب أدنى الحاجيات الصحية غير متوفرة في المستشفيات، في المدارس، في المعاهد، عن ويلعنون بطبيعة الحال الكاف وعيسى حياته، ويقولون هل أنه في المغرب إيبولا لا يجيش المغرب ويجينا اللي نحن، وبالعكس يعتبروننا قرار المغرب قرار صعب. هذا موقف بطبيعة الحال المعارضة في غينيا. ولكن اللي نحب نقوله أنه هي فرحة، والحديث هذا كله سيتنسى غدوة وقت اللي الكرة تتحط في وسط الميدان، لأنه وقت اللي الكرة تتحط في وسط الميدان تو الفريق الوطني التونسي ينسى، وأنه تعشى على الشموع، وأنه في البيوت ما عندهمش أبسط المرافق. تتصور الغطاء غير موجود، وقت اللي نقول لك التلفزة غير موجودة تقول لي عادي جدا، ثم أبقوا فرش باش ياخذوا عليه، خلي التلفزة يحبوا يقاوها، معناها أبسط المرافق غير موجودة. ولكن أحسن تحدي وأحسن كأس إفريقيا اللي تلعب في الظروف الإفريقية، معناها في الظروف الصعبة، ورينا على الميدان لتبدأ غدا كرة القدم وفرحة إفريقية. وكابتن عند الدراما، ولكن ننتظر أفراح عربية، هذا هو المهم بالنسبة للجمهور. نعم كابتن، أنا أعطيك إضافة في هذه التحضيرات غينيا الاستوائية، في أصداء جميلة وفي أصداء وأخبار غير سارة. بالنسبة للأصداء الجميلة في أنه بعض المنتخبات أنها حصلت على فنادق، على ملعب قريبة من الفنادق التي تقيم فيها، لكن في بالمقابل في أشياء غير جيدة، مثلا بالنسبة للتذاكر المطروحة لباقي المباراة الافتتاحية، في أنه مثلا في الأكشاك العادية تساوي 3000 فرنك إفريقي، في حين في السوق السوداء وصلت حتى من 1000 فرنك، وهذا يعني ممكن يأثر على الحضور الجماهيري. بالنسبة حتى للتغطية الإعلامية، في إعلاميين يعانيهم من شد بطاقات الاعتماد، يعني من المفروض في كل مركز إعلامي تقوم في مباراة تكون فيه بطاقات الاعتماد، لكن في غينيا الاستوائية بطاقات الاعتماد تأتي من مدينة من العاصمة مالابو، يعني الصحفيين يعانيوا كثير. الأمسية البارح كذلك في مدينة مونغومو أمسية كاملة انقطاع للتيار الكهربائي. هذه إشكالية. دعونا نفتح ملف التفاؤل، نتحدث عن الحضور العربي، نقف مع المنتخب الجزائري. الخضر بعد الحضور والتحليق في مونديال البرازيل أكيد الرهان أكبر. المنتخب الجزائري يفكر في تالي الألقاب في هذه المسابقة القارية. دخل الأجواء على اعتبار من خلال حصة تدريبية تدرب لاعب المنتخب الجزائري يوم الجمعة استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا. البعثة غادرت الفندق في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، واتجهت للملعب التدريبي في الحي الجامع الجديد في بلدة أويالا التي تقع على بعد 50 كيلومتر داخل الغابات الاستوائية في المنطقة التي يجري العمل فيها لكي تصبح عاصمة جديدة للبلاد. ويدخل المنتخب الجزائري المنافسات برهان التحدي، وكله رغبة مع كريستيان جوركيف في التوقيع على مونديال إفريقي استثنائي في ظل تواجد أسماء رمنانة، تواجد أسماء كبيرة صدرت للعالم إبداع القدر في مونديال البرازيل. ما نتمناه أن يكون التواجد الجزائري بالإضافة النوعية، وما نتمنى كذلك أن يحلق نصور قرطاج في هذا الحدث الإفريقي الكبير. كل منتخب يبحث عن ثاني ألقابه
في هذه المسابقة الكبيرة. المشكلة الوحيدة متاع الفريق الجزائري وأنه داخل في ثوب البطل، أو على الأقل كل الملاحظين ملبسينه ثوب البطل على شاكلة بطبيعة الحال كأس العالم الرائعة التي قدمها الفريق الوطني الجزائري. اليوم فما إجماع لم يحصل من قبل إطلاقا مع فريق عربي باستثناء الفريق المصري، وأنه الفريق الجزائري هو المرشح رقم واحد ينيب. إذن بالنسبة لنا الإشكال الوحيد هو في الفريق الجزائري ذاته، هل أنه سيلبس هذه البدلة أم أن هذه البدلة ربما تغير من تعامله مع المقابلات. يجب الفريق الوطني الجزائري أن لا يكون لدى لاعبي التعالي على الفرق المنافسة، يجب على الفريق الجزائري أن يخوض هذه المقابلات بنفس عقلية كأس العالم، أي للفوز بها. جميل، ماذا مرشحا؟ هل هذا يشكل ضغط كابتن؟ نعم كابتن، أنا ما أخشاه هو أنه هذه الترشيحات الكبيرة، لأنه قلت لك في الحلقة بالأمس قلت لك أن المنتخب الجزائري لأول مرة يدخل بطولة كأس إفريقيا وهو مرشح بهذه القوة. هو قد يكون عامل إيجابي قد يكون عامل سلبي. يكون عامل إيجابي إذا اللاعبين عرفوا كيف يستغلوا هذه الترشيحات وكيف خرجوا من بطولة كأس العالم أداء قوي ومشرف للكرة العربية، ممكن إيجابي. ممكن سلبي إذا ما قال نوافق الكابتن فتحي، إذا قال لك ممكن يدخلوا بتعالي، ممكن يفكروا أنهم فريق مونديالي، ممكن مستواهم أكثر من المستوى الإفريقي، هذا ممكن يأثر عليهم، وشفنا هذا حدث في بطولة إفريقيا سنة 2013 لما كل كانوا يرشحوا في المنتخب الجزائري. من المنتخبات التي ستواجه الخضر منتخب البافانا بافانا، الحديث عن منتخب ساوث أفريكا الذي أكد الحضور من خلال رحلة التصفيات وأبان عن إمكانيات كبيرة وتصدر المجموعة إلى جانب فريق الكونغو الذي جاء ثانيا في مودعة نيجيريا صاحبة اللقب الأخير المنافسات من خلال رحلة التصفيات. منتخب طبعا جنوب إفريقيا يمتلك من الأدوات الشيء الكثير. اختلفت الأمور مقارنة مع السنوات الأخيرة لأنه هناك لقب وحيد كان عام 96 على حساب نصور قرطاج، بلغ فاينل 98 في بوركينا فاسو، وفي الوقت الراهن يمتلك الأدوات على الأقل يؤكد الحضور من خلال هذه المسابقة. طبعا مدرب الفريق ما شابه لديه من القناعة في إمكانيات لاعبي شيء كثير، ولكنه يصب في الاتجاه الذي يقول بأن المنتخب الجزائري يمتلك الأدوات ليحلق في هذه النسخة. دعونا نتابع التصوير. ستكون مواجهة صعبة، لها مقابلة أمام المنتخب الجزائري الأقوى في كل إفريقيا، ثم سنلعب مع السنغال، منتخب لديه الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أكبر أندية العالم، وسنلاقي غانا بعدها منتخب كبير وقوي. المشكلة أننا سنلعب ثلاثة منتخبات تلعب بأساليب مختلفة. نحن مستعدون للمشاركة، نحن مستعدون للمشاركة. صحيح أن المجموعة صعبة، لكن على الناس ألا تقيم الكتب من غلافها الخارجي. ندرك قدرات المنتخب الجزائري ونعلم خطورة لاعبي الجزائر، لكن الأمور تتغير وأننا نتوقع كل شيء في المواجهة. طبعا تصريحات فيها الكثير من الكلام، هل قرأت ما بين